طوكيو في الأنبار، هكذا حطت ركاب صناعتها هنا في الفلوجة، المدينة التي تعافت من ويلات الحروب بعد 20 عاما من الدمار. فاليابان بوصفها ثاني أكبر الدول الداعمة لعودة الحياة إلى المدن المحررة تواصل مساندة القطاعات المختلفة. اليابان دولة صديقة للعراق وتدعمه بعدة مبادرات في الأعمار والنقل وإدارة الموارد المائية عبر مشاريع UNDP. اليوم زرنا مستشفى الفلوجة هو أحد هذه المشاريع. قرض جايكا كذلك نساند به مشاريع الكهرباء كأحد القضايا الحيوية. تنتهج اليابان سياسة تسويقية مختلفة في عالم الاقتصاد، تتمثل بوجود شركاتها كأحد الأوجه الدبلوماسية، وتحظى الصناعة اليابانية بمقبولية وثقة أهالي الأنبار، حيث تسعى حكومتها المحلية لإعطاء تراخيص لها في سوق العمل. أول شركة عالمية تدخل إلى الأنبار هي تويوتا، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون هناك شركات أكبر. هناك دعوات أيضا موجهة من قبلنا إلى هونداي وإلى بي أم ومرسيدس، رسائل أمنية واقتصادية تثبت للجميع بأن الأنبار ليست كما أشيع لها بأنها مركز استقطاب إرهابي وفكر متطرف. يفتح وجود اليابان آفاق عمل آمنة لشركات عالمية رصينة أخرى هنا، امتثالا لرغبة المواطن، إذ يفضل التعامل مع علامات تجارية عالمية ومنها اليابانية. نبيل عزامي، UTV الأنبار.